بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبنا الحلوين من جديد مرة تانية مع محاضرة جديدة عنوانها Muscles of the Pelvis. أنا الدكتور وليد عبد الجليل هبقى معاكم في المحاضرة دي، وهنتكلم فيها عن Muscles of the Pelvis. احنا عارفين يا جماعة ان البلفيك وول بتاعنا البوني بلفس كان بيعملوا، لو حد فاكر، عظمتين طبعا من على الجناب وقدام. العظمتين دول كان اسمهم الهيب بونز. كان معمول البوني بلفس من عظمتين بيمثلوا ذا انتيريور، ده اسمه الانتيريور وول، واللاترال وول مع بعضهم اسمهم هيب بونز. وكان بيقابلوا عظمة مثلثة الشكل كانت موجودة ورا اهي، تمام. العظمة دي طبعا كان اسمها السيكرم. التلات عظمات دول اللي هو السيكرم من ورا بيعمل البوستيريور وول، والعظمتين التانيين زي ما قلنا التو هيب بونز بيعملوا التو لاترال وولز اوف ذا بيلفس اند ذا انتيريور وول. دول بيعملوا مع بعض يا جماعة البوني بيلفس، تمام. في عندنا طبعا البلفيك وول. البلفيس ده ليه مدخل بيسموه الانتري اوف ذا بلفيس. لو انا كنت فوق البلين اللي بلف انا عليه دلوقتي ده فانا في الابدومن، لكن لو نزلت تحت ودخلت جوه كده فانا بقيت في البلفيس. فبيقولوا على الحته دي كده البلفيك انلت. ولو عايزين نسيب البلفيس فهنخرج من تحت كده في الحته اللي تحت دي فيقولوا عليها البلفيك اوتلت. والمنطقه دي يا جماعه بيبقى في الارضيه دي او الفلور بيسموه البلفيك فلور مقفوله بعضلات زي ما هنشوف حالا دلوقتي. فاحنا عندنا في عضلات هتيجي عند البلفيك وول اهو اللي هو التو لاترال وولز والانتير وول والبوستير وول، وفي عضلات هتيجي تقعد في الفلور في الارضيه بتاعه البلفيس، تقفل الارضيه دي كده يا شباب، تمام. يبقى هنبدا نتكلم. عندنا مجموعتين من العضلات في البلفيس. المجموعة الأولانية هي muscles of the pelvic wall، يعني التو lateral walls دول، تمام. في عضلات موجودة فيهم زي ما هنشوف حالا، وفي الانتيرير وول برضو والبوستيرير وول. وفي نفس الوقت طبعا ادي التو lateral and the anterior walls والبوستيرير وول، دول عضلات البلفيك وول. وعندنا كمان عضلات في المنطقة دي اللي بيسموها البلفيك فلور، ودي بتمثل دافرام، فيقولوا عليها muscles of the pelvic floor او muscles of the pelvic diaphragm. كلمة diaphragm زي ما هنشوف وعرفنا قبل كده ونعرف تاني ونفكر بعضنا ان البلفيك diaphragm يعني partition بيseparate two cavities عن بعضهم، منطقة فوقه عن منطقة تحته. المنطقة اللي فوقه فاحنا لو فوق الديافرام ده فاحنا فوق هنا في البلفس، امال لو تحت نبقى ايه؟ تحت ده هيبقى اسمه البيرينيوم، ذا بيرينيوم. ونبدا يا جماعه مع muscles of the pelvic wall. muscles of the pelvic wall اولا لازم نتخيل المنظر ده مع بعض. احنا بنبص برضو على البلفس بس بنبص من فوق، فده superior view يعني البلفس تحتينا كده، وده قدام طبعا ده اسمه السيمفيسيس بيوبس او البيوبك سيمفيسيس، تمام. ودول البادز of the pubis يعني دول التو بيوبيك بونز، والاثنين دول طبعا ده السوبير بيوبيك ريمس الناحية دي وده السوبير بيوبيك ريمس. ونرجع ورا خالص رايحين بنقابل مين؟ العظمة المثلثة دي، تمام كده، ده السيكرم. يبقى كده قدام وكده ورا، والناحيتين دول احنا على اللاترال سايد، تمام. فبنبدأ نتكلم ونقول ان عندنا المسلز اوف ذا بلفيك وول عندنا عضلتين اسمهم اوبتيوريتور انترنس مسل. يبقى عندنا ادي واحدة اوبتيوريتور انترنس وادي التانية، نتعرف على اسمائهم بس الاول كده. دول عضلات من عضلات البلفيك وول، وعضلتين تانيين اسمهم تو بايريفورمس مسل. يبقى احنا البلفيك وول بيتعمل ب زي ما احنا شايفين اربع عضلات، عضلتين يمين وشمال اوبتيوريتور انترنس، تمام. والاوبتيوريتور انترنس دول موجودين على الفرنت الحته دي او من اول هنا كده، وفي نفس الوقت على اللاترال وول. يبقى على الفرنت وعلى اللاترال وول. ادي يا جماعه امشوا مع الاسهم دي كده، وزي ما انتم شايفين دي عضله حدود الاوبتيوريتور انترنس مسل. كل دي كده ادي اوبتيوريتور انترنس مسل اليمين، وادي الاوبتيوريتور انترنس مسل الشمال دي كده. موجودين فين زي ما انتم شايفين؟ موجودين على الفرنت وعلى اللاترال وول.
يبقى العضلتين دول بيعملوا الجزء من الفرونت واللاترال وول يا جماعة اوف ذا بيلفس. في عندنا عضلتين تانيين اسمهم البايريفورمس ماسل، البايريفورمس ماسل، والبايريفورمس دي موجودة على البوستيريور وول. ادي عضلة هي اسمها البايريفورمس، موجودة فين؟ موجودة في البوستيريور وول على الناحيتين. يبقى احنا عندنا عضلتين عملوا جزء بالانتيرور واللاترال وول اللي هما اسمهم اوبتيوريتور انترنس ماسل على الجنبين، وعضلتين تانيين عملوا البوستير وول اسمهم البايريفورمس ماسلز، هما دول عضلات البلبك وول. تمام، يبقى ده الجدران بتاعة البلبس. تمام. طيب اما عضلة البلبك فلور، عضلات البلبك فلور اللي هي مالية المنطقة دي، تمام، عاملة الأرضية بتاعة البلبس، ففي عندنا برضو تو ليفيتور ايناي ماسلز اهم، والليفيتور ايناي طبعا هي حدودها زي ما انت شايف كده، دول العضلتين مع بعض اهم، واحدة هي على اليمين كل دي والتانية على الشمال المنقطة دي، ماشي، لان هما متوصلين بيقابلوا بعض زي ما انتوا شايفين. تو ليفيتور ايناي ماسل، وراهم طبعا عضلتين تانيين اسمهم كوكسيجيس، ادي واحدة وادي التانية، يبقى دي كوكسيجيس اهي ودي كوكسيجيس اهي، بصوا كده مثلث زي كده، يبقى دي كوكسيجيس. اذا عضلات البلفيك فلور عضلتين زي ما اتفقنا، طبعا يمين وشمال من قدام لورا، اتنين ليفيتور ايناي قدام ووراهم اتنين كوكسيجيس ماسلز ورا. ناخدهم بقى يا جماعة واحدة واحدة كده نتكلم عليهم. regarding the origin insertion، زي ما احنا عارفين المين توبكس اكشن نيرف سبلاي، طبعا لو في important relations تهمنا نقولها باختصار شديد. هنتكلم الاول على العضلات بتاعه البلفيك وول. ده منظر جانبي بنبص كده على الانترنال اسبكت اوف ذا بلفس، يبقى انا هنا كاني قاعد في البلفس، وطبعا دي العظمه دي هي عظمه الهبون زي ما اتفقنا، عظمه واحده بس العظمه اليمين، وكان الجزء اللي فوق ده بدون الدخول في تفاصيل كان اسمه الايليوم، والجزء اللي قدامي ده كان اسمه البيوبس، كان عباره عن بادي وتوري ماي، دي كانت السوبر بيوب كريمس ودي الانفيور بيوب كريمس، وورا هنا كانت العظمه اللي اسمها الاسكيم، وطبعا النوتش الكبير ده كان اسمه الجريتر سايتك نوتش اللي اتحول لفورامن طبعا بالليجامنتس دي، وطبعا كان في هنا فورامن اسمه الاوبتيوريتور فورامن كان بيقفله ممبرين، بيقفل معظم الفورامن اسمه اوبتيوريتور ممبرين. لو هنتكلم على الاوبتيوريتور انترنس، اول عضله من عضلات البلبك وول ريجاردنج ذا اوريجين، يعني هتيجي منين العضله دي؟ هي بتطلع من الفرونت اند السايد وول اوف ذا بوني بلبس، بتطلع من الفرونت والسايد وول اوف ذا بوني بلبس. منين يا جماعه بالظبط؟ اهو هناخد من الانر سيرفيس اوف اوبتيوريتور ممبرين، تمام، فرونت اند سايد وول اوف ذا بوني بلبس في المنطقه دي كده، تاخد كمان من الانر سيرفيس اوف اوبتيوريتور ممبرين من جوه كده، وتاخد يا جماعه كمان من المارجن اوف ذا اوبتيوريتور فورامين، كمان تاخد من المارجن اوف اوبتيوريتور فورامين، يبقى ده المكان اللي هتخرج منه العضله بتاعتنا which is obturator internus muscle. ادي العضله يا جماعه اهي موجوده، تمام، هي دي obturator internus muscle، قلنا هتخرج من الفرنت والسايد وول اوف ذا بوني بلفس، وكمان ورا هتاخد من الانر سيرفيس اوف obturator membrane والمارجن اوف obturator foramen اللي موجود هنا كده بالظبط وترجع لورا، يبقى هي دي الobturator internus regarding the origin. اهي يا شباب خدت من السايد وول والفرنت اوف ذا بوني بلبس، تمام، ومن المارجن اوف ذا اوبتيوريتور فورامن ومن الانر بوردر اوف اوبتيوريتور ممبرين ورجعت لورا، راجعه لورا، تمام. ده منظر لو بنبص من ورا، ده منظر خلفي بوستيريور فيو بيوريني الانر اسبكت هنا البلبس يا شباب، وطبعا ده السيكرم من ورا، وهي دي العضله دي اللي بنتكلم عليها، هي دي الاوبتيوريتور انترنس ماسل. رايحه ازاي؟ في الانسيرشن ترجع لورا زي ما هنشوف حالا دلوقتي. في الانسيرشن العضله دي يا جماعه بترجع لورا، بتعدي فين؟ بتعدي زي ما انتم شايفين ثرو ذا ليسر سياتيك فورامين، الحته اللي اسمها الليسر سياتيك فورامين، تمام. رايحه فين؟ ده تاني منظر، رجعنا للمنظر اللي من ورا عشان نشوفها احسن. فهنبص نلاقي ان التندون بتاعها هو ده، التندون الابيض ده، التندون ده هو بيعمل انجل 90 درجه مع العضله، لو خدت بالك اهي الانجل دي، تمام، بيغير اتجاهه، رايح فين؟ رايح في الميديال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر، احنا عارفين العظمه دي كان اسمها الجريتر تروكانتر، هو رايح ينسيرت هنا بالظبط عند راس السهم كده في الميديال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر. ادي تاني اهو يا جماعه منظرها اهي، العضله اهي، تمام، اهي في وهي جوه البلفس،
وده منظر طبعا posterior view ورايحه، والتندر زي ما اتفقنا بيعمل زاويه 90 درجه مع العضله، والحته اللي عدينا منها دي هي الليسر سياتيك فورامين رايحه في الميديال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر. تمام يا جماعه، اهو تاني ادي العضله والتندون بتاعها الابيض ده اهو عدى من الليسر سياتيك فورامين رايحين فين؟ في الميديال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر. اوعى تنسى ان العضله دي يا شباب اهي عدت ورا الهيب جوينت، تمام، و عدت وراه، وبالتالي ده مهم جدا في الاكشن بتاعها. النيرف سبلاي بتاعها نيرف على اسمها، اسمه نيرف تو اوبتيوريتور انترنس، ده بيجي من بلكسس اسمها سيكرال بلكسس. سيكرال بلكسس العضله دي زي ما اتفقنا جت كده فعدت على البوستيور اسبكت وعلى اللاترال سايد، فبتعمل لاترال روتيشن، لاترال روتيشن للثاي حوالين الهيب جوينت. يبقى العضله دي تعمل لاترال روتيشن للثاي يا جماعه عند الهيب جوينت، يبقى هتلف رجلك لبره. تمام، جميل اهو يا شباب زي ما انت شايف كده، يبقى هتعمل كده هتلف كده لانها عدت ورا الهيب جوينت. تمام، المنظر ده منظر برضو سوبيريور فيو يا شباب، تمام، عشان عايزين نعرف شويه ريليشنز مهمه للاوبتيوتور انترنس. هي فين الاوبتيوتور انترنس؟ هي العضله دي اللي احنا مش شايفينها قوي لانها متغطيه زي ما انتم شايفين بفاشيا، طبعا الفاشيا البيضه دي اللي هي نوع من الديب فاشيا على اسمها، اسمه اوبتيوريتور فاشيا. فاول حاجه لازم تهمنا نعرفها ان العضله دي متغطيه بفاشيا على الميديال سيرفيس بتاعها. الفاشيا دي اسمها يا شباب اوبتيوريتور فاشيا، مغطيه مين؟ مغطيه الميديال سيرفيس اوف ذا مسل. والعضله دي يا جماعه الفاشيا دي سبيشال زي ما هنعرف بتبقى ثيكند قوي تحت، لو خدت بالك كده هنا كده بتبقى ثيكند قوي في المنطقه دي، وتعمل حاجه اسمها الوايت لاين هنشوفه حالا كمان شويه، بيدي اوريجين للعضله اللي بتاعه البلفيك فلور. العضله دي على ناحيتين طبعا، على ناحيتين، والعضله دي طبعا زي ما هنعرف دلوقتي كمان شويه هي العضله الليفيتور ايناي ماسل. ده طبعا عباره عن كورونال سيكشن في البلفيس، بيوري حضرتك طبعا شويه ريليشنز مهمه جدا للليفيتور ايناي. هي فين هنا الليفيتور ايناي؟ ادي الليفيتور ايناي ماسل، هي دي على الناحيتين، ادي واحده اهي والثانيه يا جماعه الناحيه الثانيه، خلاص. طبعا دي الليفيتور ايناي ماسل، لكن في رايحه فين على الليفيتور ايناي؟ رايحه طبعا للعضله دي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي which is obturator internus muscle، ادي واحده اهي وادي واحده اهي، يبقى دي الاوبتيوريتور انترنس على الجنبين. يقول لك ان الفاشيا اللي بتغطي الميديال اسبكت اوف ذا اوبتيوريتور انترنس ماسل هنا كده، الفاشيا اللي سميناها اوبتيوريتور فاشيا، الفاشيا دي فيها كانال شايف بتنشق كده اهي، تعمل سوبرفيشال وديب لاير وتعمل كانال على الناحيه الثانيه موجوده اهي. الكانال دي اسمها يا جماعه بيودندال كانال او الكوكس كانال، موجوده فين؟ يقول لك في اللاترال وول اوف اسكيوريكتال فوسا. اسكيوريكتال فوسا هي فوسا تريانجولار فوسا، هناخدها ان شاء الله من اسمها كده، اسمها اسكيو يعني ما بين الاسكيام، هي العظمه دي هي الاسكيام، ريكتال وده الريكتم، يبقى في فوسه ما بين الاسكيام والريكتم. وحتى بص الفوسه هي شايف هي مثلثه الشكل، لما تيجوا تاخدوها تعرفوا ان ليها ميديال وول وليها لاترال وول. تمام يا جماعه، وايبكس وبيز، لكن يهمنا نعرف ان اللاترال وول بتاعها، ادي اللاترال وول بتاع الاسكيوريكتال فوسه. تمام، الاوبتيوريتور فيشيا بيبقى فيها كانال، اهي الكانال دي، الكنال دي يا جماعه اسمها بيودندال كنال، موجوده في اللاترال وول، يبقى ده ريليشن مهم جدا للاوبتيوريتور انترنس ماسل، هنعرف بقى تفاصيلها لما ناخد الاسكيوريكتال فوسا. يبقى دي بيودندال كنال، احنا فتحناها هنا الناحيه الثانيه اهي، فيها ستراكشرز زي ما انت شايف طبعا كده، هنعرفها في وقتها. يبقى ادي الاوبتيوريتور فاشيا، ده كده يا جماعه برده كورنر سيكشن بيوري حضرتك، بص كده هي دي الاوبتيوريتور انترنس ماسل اهي، هي دي. والعضله الثانيه دي هناخدها كمان شويه، دي الليفيتور ايناي ماسل، في مثلث هنا، المثلث ده هو ده يا جماعه الاسكيوريكتال فوسا. تمام، اوبتيوريتور فاشيا زي ما اتفقنا هي الفاشيا اللي مغطيه الميديال اسبكت اوف ذا اوبتيوريتور انترنس ماسل، في اللاترال وول بتاعها طبعا بتاع الاسكيوريكتال فوسا هنا اهو، فيها كانال زي ما اتفقنا اسمها بيودندال كانال، يبقى دي الاسكيوريكتال فوسا، ودي يا شباب البيودندال كانال.
انتقل لعضلة تانية يا شباب، وهي البايريفورمس ماسل. كلمة بايريفورمس يعني بايريفورم ان شيب، هتلاقيها واسعة كده من ناحية وضيقة من ناحية. فالعضلة دي بتاخد اوريجين منين؟ ده السيكرم طبعا بتاعنا، وده البلفيك سيرفيس يعني السيرفيس المواجه للبلفيس. بتطلع من البلفيك سيرفيس بتاع، احنا عارفين ان السيكرم ده كان معمول من 5 سيكرال فيرتبرا لاحمين مع بعض كحتة واحدة كده فيوز دي يعني. الميدل 3 بيسز من قدام على الناحيتين بيطلع عضلة، العضلة دي بايريفورم ان شيب، ده الاوريجين بتاعها وده شكلها، اسمها بايريفورمس ماسل. هتخرج من الفرونت او البلبك سيرفيس اوف ذا ميدل 3 بيسز اوف سيكرم. اجين برضو ده سوبيريور فيو، بس المرة دي كده ورا يعني، هنا السيكرم وهنا كده قدام. تمام، ده البيوبس، تمام، سيمفيسيس بيوبس، وعلى الجنبين طبعا الهيب بونز. واحنا مشاورين دلوقتي على العضله اللي اسمها البايريفورمس ماسل. البايريفورمس ماسل يبقى احنا قلنا يا جماعه تاخد اوريجين منين؟ قلنا من البلفيك سيرفيس بتاع الميدل 3 بيسز اوف سيكرم. وادي منظر جانبي بيورينا البايريفورمس يا جماعه، اهي اهي، وهي خارجه من الميدل 3 بيسز اوف ذا بلفيك سيرفيس اوف سيكرم. ده منظر خارجي يعني احنا باصين انفيريور فيو، ده انفيريور فيو للبلبس. تمام، بيوري حضرتك ادي العضله وهي خارجه رايحه فين في الانسيرشن. هي هتخرج طبعا من النوتش اللي اسمه المره دي، او من الفورامين اللي اسمه جريتر سياتيك فورامين، يبقى هتخرج من الكبير ده اللي اسمه جريتر سياتيك فورامين على الجنبين. هي دي البايريفورمس من هنا، وهي دي البايريفورمس الناحيه الثانيه. يبقى الانسيرشن يا جماعه بتروح فين؟ ده منظر بقى، بنبص من ورا بوستيرو فيو، وده السكرم من ورا. خرجت العضله من الجريتر سياتيك فورامين ده ورايحه فين؟ رايحه في الابر بوردر اوف ذا جريتر تروكانتر، او التوب اوف ذا جريتر تروكانتر فوق اهو. يبقى العضله يا جماعه راحت في الابر بوردر هنا كده اوف ذا جريتر تروكانتر. العضله دي يا شباب سبلايد بنيرف على اسمها اهو الصغير ده، اسمه نيرف تو بايريفورمس اس 1 و2، برضو ده من السيكرال بلكسس. سيكرال بلكسس طبعا بتعمل ايه؟ هي زيها زي العضله بتاعتنا اللي فاتت، دي عضله عدت على اللاترال سايد بتاع الهيب جوينت، فبتعمل لاترال روتيشن للثاي هات زي هيب جوينت. اهي الحركه دي، تاخد رجليك وتقلب بره كده تلفها لبره، ده اسمه لاترال روتيشن يا جماعه للثاي. المنظر ده كده at the hip joint. البايرفورمس في some important relations regarding البايرفورمس، في حاجات مهمة جدا موجودة قدام البايرفورمس، لعل أهم حاجة موجودة قدامها البلكسس دي. والبلكسس دي يا جماعة هي السيكرال بلكسس، بتتكون قدام البايرفورمس. يعني أنت تيجي تشوف البايرفورمس هتلاقي قدامها على طول السيكرال بلكسس. تمام؟ هننتقل بعد كده لعضلات البلفيك فلور. يبقى احنا كده يا شباب خدنا عضلات البلفيك وول، هنتكلم على عضلات اللي عامله البلفيك فلور، وهنتكلم على واحده من اهم العضلات في البلفيس وهي الليفيتور ايناي ماسل او ماسل اوف ذا بلفيك دايفرام. وانهم هيسموها كده لانها هتاكت از بارتيشن، بارتيشن كانها دايفرام فصلت حاجه فوقيها المنطقه دي. احنا بنبص من فوق، احنا كده هنا في البلفيس، حاجه تحتيها طبعا بره خارج الـ خارج البلفز ده خارج الدايفرام، هيبقى احنا في منطقه اسمها البيرينيوم زي ما هنشوف بعد كده. عضلات الليفيتور ايناي هي كل دي، كل دي اسمها ليفيتور ايناي ماسل. كل دي العضله دي يا جماعه زي ما انت شايف عضله واسعه، وايد ثين شيت اوف ماسل برود. العضله دي يا شباب هي زي ما انت شايف حدودها على اليمين اهي، كل دي هي اللي على اليمين اهي. العضله دي هي الليفيتور ايناي ماسل، هنشوف هي ليها اجزاء مش جزء واحد زي ما هنشوف حالا دلوقتي. كل دي يا جماعه الليفيتور ايناي ماسل زي ما احنا شايفين اهي. تمام، ليها لينير اوريجين، هتطلع من لاين، يبقى هي شي ثين شيت اوف ماسل، هتطلع الونج لاين، تاخد من لينير اوريجين من الوولز اوف ذا ليسر بلبس، من الوولز اوف ذا ليسر بلبس. يبقى العضله دي يا جماعه بتتميز بان الفايبرز بتاع العضلتين اللي على الناحيتين اليمين والشمال بيقابلوا بعض في خط النص، يبقى سواء العضله اللي على اليمين ايوه او سواء العضله على الشمال، الاثنين هيجوا يتقابلوا مع بعض هنا في النص، هنا في الميدل لاين، وهما الاثنين هيعملوا جتر، جتر تمام
يعني زي كانال كده في النص هنا كده لونجيتيودينال اهي، تمام، هيعدي من خلاله اليوريثرا والريكتم، ده في الميل وفي الفيميل، لكن في الفيميل هيزيد حاجة كمان هنا زي ما هنشوف كمان شوية، هي الفاجينا. يعني هيعدي من خلاله حاجات، في حاجات مهمة بتسيب البلفس وخارجة رايحة البرينيا، فهو بتعدي من الفتحات اللي موجودة في الخط النص ده، في من خلال الفتحات اللي موجودة في الجتر اللي اتعمل ما بين الليفيتور ايناي ماسلز اللي موجودين على الناحيتين. زي ما احنا شايفين اهو العضلات الفايبرز بتاعت اليمين والشمال بيقابلوا بعض زي ما انت شايف كده، يمين وشمال يمين وشمال اهو، ده كده العضلتين مع بعض بيعملوا زي ما اتفقنا زي كانال كده في النص او جتر. الجتر ده فيه فتحات، الفتحات دي هيخرج منها important structures، في حاجات ثابتة في الميل وفي الفيميل، يعني في فتحة للوريثرا قدام وفي فتحة كمان ورا هنا للريكتم، الاتنين دول موجودين في الميل وفي الفيميل، لكن بيزيد على كده فتحة في الفيميل للفاجينا زي ما هنشوف كمان شوية. يبقى دي الاوبننج لليوريثرا، واللي وراها طبعا دي اوبننج للريكتم، واكيد طبعا طالما ما لقيناش فتحات تانية يبقى ده اكيد الميل بلفس، طالما احنا ما لقيناش فتحات تانية يبقى ده يا جماعة الميل بلفس. يبقى الفايبرز زي ما اتفقنا اهو، ده بقى الفيميل بلبس، لقينا 3 فتحات كده يبقى ده على طول الليفيتور ايناي، ودي كل دي الليفيتور ايناي ماسل زي ما هنشوف دلوقتي حالا، والجتر هنا معدي 3 حاجات. طالما 3 حاجات يبقى الحاجه القدامانيه دي هي الاوريثرا، وبرده الاخرانيه دي هي الريكتم، واللي في النص ما بينهم دي هي الفاجينا، يبقى دي فتحه للفاجينا. اذا لما نلاقي 3 فتحات كده يا جماعه يبقى دي على طول فيميل بلبس. ايه بقى الاوريجين بتاع العضله بقى؟ العضله بنقسمها ل3 انواع من الفايبرز، وده برضو السوبيريور فيو ما تنسوش، من قدام لورا 3 انواع من الفايبرز. اللي قدامانيه خالص دي هتبقى اسمها الانتيريور فايبرز، واللي وراها دي هتبقى الميدل فايبرز، واللي ورا خالص هتبقى اسمها البوستيريور فايبرز، تمام. طيب يبقى دي الانتيريور فايبرز، ودي الميدل فايبرز، ودي البوستيريور فايبرز، يبقى هي في 3 انواع من الفايبرز. نبدا باول نوع خالص من قدام لورا، الانتيريور فايبرز. الانتيريور فايبرز دي يا جماعه بتطلع منين؟ فدي بتطلع من الانر سيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا بيوبس، اتفقنا ان الجزء ده كده يا شباب اسمه البودي اوف ذا بيوبس، والعضله بتطلع لينير لينير يا دوب خط كده. فبص كده بالظبط، بص على اللون اللي هيظهر دلوقتي، هي هتطلع منين اهو، ده البودي اوف ذا بيوبس، وادي الخط اللي بتطلع منه الانتيريور فايبرز. المكان ده بالظبط هو ده المكان اللي هنطلع منه، اللي هو الانر سيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا بيوبس، وهنتكلم لسه على الانتيريور فايبرز. بعد كده قدامها على طول ورا البوستيريور فايبرز زي ما هنشوف دلوقتي، هنعرف ان البوستيريور فايبرز بتخرج من الانر سيرفيس اوف اسكيل سباين، احنا عارفين ان دي كده يا جماعه اسمها اسكيل سباين. شايف المكان الاسود ده؟ هي ده هيطلع منه الحته دي كده، هتطلع منه يا جماعه البوستيريور فايبرز اوف ليفيتور اناي ماسل. ما بينهم يا جماعه ما بين الاوريجن بتاع الانتيريور فايبرز والاوريجن اوف ذا بوستيريور فايبرز اكيد هتطلع يا شباب الميدل فايبرز. في خط كده ما بين الانتيريور اوريجن اوف ذا انتيريور فايبرز والاوريجن اوف ذا بوستيريور فايبرز، الخط ده ابيض ابيض قوي، شايف الخط ده؟ يقولوا عليه وايت لاين. ايه بقى الوايت لاين ده؟ احنا لسه قايلين من شويه ايه هو الوايت لاين ده. الوايت لاين ده عباره عن هوريزونتال لينير ثيكننج في الفاشيه، كان في فاشيه هنا مغطيه العضله اللي فوق دي، الناحيه الثانيه باينه اهي، بص كده الفاشيه البيضه دي، الفاشيه دي يا جماعه كانت مغطيه الاوبتيوريتور انترنس على الميديال سايد، دي ديب فاشيا على اسم الاوبتيوريتور انترنس، اسمها اوبتيوريتور فاشيا، برافو عليكم. والفاشيا دي بتتخن قوي قوي تحت، لما تنزل تحت كده يقوم تتخن قوي وتعمل خط اهو، حتى هي باينه بص كده هنا اهي الفاشيا العاديه اهي، انت شايف من وراها العضله باينه حمرا شويه العضله، لكن الفاشيا بيضه، هي بقى بتبيض قوي 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 وتتخن سبيشالي تحت. هنا ما شلناش منها حاجة على الناحية الشمال دي، لكن هنا شلناها، شلنا الاوبتيوتر فاشيا، سيبنا بس الوايت لاين، تمام؟ هو ده السايت اوف اوريجن اوف ذا ميدل فايبرز. خلاص الفاشيا دي زي ما اتفقنا كانت بتغطي الميديال سيرفيس اوف اوبتيوريتور انترنس ماسل، ادي الخط اهو، هو ده كده بالظبط الوايت لاين، وهو ده اللي بيدي اوريجن لمين يا جماعة؟ للميدل فايبرز اوف اوبتيوريتور انترنس ماسل. يبقى دي اوبتيوريتور انترنس ماسل اند فاشيا، تمام. طب رايحين فين؟ ده منظر كده بنبص، ده انفيريور فيو للبلفس،
في الانسرشن زي ما في الاوريجن كنا رايحين في ثلاث اماكن، كذلك الانسرشن. يعني تعالى معايا، احنا عندنا ثلاث انواع من الفايبرز برضو نتكلم الاول على الانتيريور فايبرز. الانتيريور فايبرز يا شباب رايحه اساسا في مينلي في حاجه اسمها البرينيال بادي. البرينيال بادي ده لو بصيت هو ده فايبروماسكولار ستراكشر. فايبروماسكولار ستراكشر موجوده قدام الانس، ده الانس مقطوع، ده الانس اهو قدامه على طول في فايبروماسكولار ستراكشر اسمها البرينيال بادي. الانتيرو فايبرز اللي هي دي بتيجي معظمها تنسرت فين؟ في البرينيال بادي، تمام. لكن في فيو فايبرز بترجع ورا هنا، تروح في الانوريكتال جانكشن، المنطقه دي الانوريكتال جانكشن دي، وفي كمان شويه فايبرز ترجع ورا سنه من الانتيرو فايبرز وتروح كمان للتيب اوف كوكسكس. هنا كده للتيب اوف كوكسكس، ده الكوكسكس المثلث ده كده اسمه الكوكسكس. يبقى احنا الانتيرو فايبرز رحنا فين؟ على الناحيتين، جينا كده ولفينا كده مع الناحية التانية في حتة اسمها البرينيال بادي، لكن رحنا كمان زي ما قلنا في الانوريكتال جانكشن في المنطقة دي كده اهي، شوية الانتيريور فايبرز اهم شوية رجعوا كمان وراحوا في التيب اوف كوكسكس. مهم جدا طبعا ده بقى كورونال سيكشن في الميل بلفيس. عرفنا ازاي انه ميل؟ لان دي الغدة دي اسمها البروستيت، الغدة دي اسمها البروستيت، ودي اليوريثرا بتاعت الميل، فوقيها هنا دي اليورينري بلادر عشان تتخيلوا، ودول الهيب جوينت، الاثنين هيب جوينت على الناحيتين، تمام. وهو ده البلفس، هو ده البلفس. طيب ان ميل الانسرشن زي ما اتفقنا، العضله اللي اسمها اللي هي الانتيريور فايبرز دي اسمها الليفيتور بروستاتا. ليه الليفيتور بروستاتا؟ هي فين هنا يا جماعه الانتيريور فايبرز بتاعت الليفيتور ان اي اي؟ هي دي، شايف العضله دي؟ دي والناحيه الثانيه اهي. دول ايه علاقتهم بالبروستيت؟ لو انت بصيت كويس هتلاقيهم ماشيين lateral and inferior to the prostate، اهو lateral and inferior to the prostate supporting the prostate، كانهم شايلين البروستيت بالظبط كده، فسموهم levator prostata. فالانتيريور فايبرز في الميل يا جماعه عندنا في الرجاله هيسموهم levator prostata، دي البروستيت اهي ماشي، وادي الخط ده كده هو ده العضله بتاعت الانتيريور فايبرز اوف ذا levator اناي، اهو الخط ده، والخطين دول يا جماعه هم الليفيتور بروستاتي لان هم جايين على اللاترال سايد وعلى الانفيرير اسبكت اوف ذا بروستيت، تمام. ادي منظر تاني برضو بيورينا نفس الكلام، هي دي البروستيت، تمام. وعندنا العضله طبعا اهي جايه على الجنبين، ادي واحده اهي شايف جايه على اللاترال سايد وتحتيها وتحت البروستيت، وادي الناحيه التانيه برضو على اللاترال سايد وتحت البروستيت، فيقولوا على دي يا جماعه الليفيتور بروستاتا، تمام. لكن الانتيريور فايبرز في الفيميل، قلنا بدل ما لقينا ثلاث فتحات كده يبقى فيميل. الانتيريور فايبرز في الفيميل بص هي دي اللي بتيجي كده وتلف، بتلف كده وتكسرت مع اختها الناحيه الثانيه، اللي هي سفنكتريك اكشن على الفاجينا، بتلف على الفاجينا، تمام. فلانها بتعدي اكروس ذا سايدز اوف ذا فاجينا على الجناب كده، دي مع الناحيه الثانيه، فيسموها سفنكتر فاجيني، سفنكتر فاجيني في الفيميل. شايف اليو شيب ده؟ اليو شيب ده اتعمل منين؟ من الانتيرو فايبرز بتاع الناحيتين، الليفيتور فايبر الليفيتور اناي اللي على الناحيه دي والناحيه الثانيه، يعملوا زي سلينج كده، يو شيب ده سلينج كده حوالين مين؟ مين الدايره دي؟ دي يا جماعه قلنا الفاجينا. ادي كمان يا جماعه كده، يبقى احنا كده الانسرشن بتاع الانتيرو فايبرز خلصنا منه. نيجي بعد كده للانسرشن بتاع يا شباب الميدل فايبرز. الميدل فايبرز اللي موجوده هنا في المنطقه دي كده، الميدل فايبرز هي اللي موجوده في المنطقه دي كده، تمام. والميدل فايبرز ليها اسم يقولوا عليها بيوبو ريكتاليس مسل. الميدل فايبرز يقولوا عليها بيوبو ريكتاليس مسل، هي جايه من اول، هتلاقيها من اول البيوبس كده، تمام، وراجعه ورا بتديكاسيت مع الميدل فايبرز على الناحيه الثانيه، هتلف حوالين مين؟ حوالين الريكتم، عشان كده سموها بيوبو ريكتال، اسمه ده الريكتم، تمام يا جماعه. فلو بصيت كده على الميدل فايبرز هتلاقيها بتلف حوالين انجل، الانجل دي اسمها ريكتو انال انجل، المنطقه دي بيبقى زاويه هنشوفها كده في صوره ثانيه كمان شويه، اسمها يا جماعه ريكتو انال انجل. فبتبص تلاقي انها بتقابل الميدل فايبرز اللي جايه من الناحيه دي، بتروح تقابل الميدل فايبرز بتاعت الناحيه الثانيه، يعني بتلف كده، بتلف كده برده زي يو شيب كده، فبتعمل فعلا يو شيبد سلينج اور لوب حوالين الانوريكتال جانكشن لايك ذات. بص كده ادي اليو شيب ده، يبقى ده كده اللي بيوريك
ادي اليو شيب سلينج ده، فيسموا العضله دي يا جماعه يقولوا عليها بيوبو ريكتالس، على اعتبار انها جايه من اليوبس رايحه ناحيه الريكتم، عامله كانها يا جماعه سلينج رابطه الريكتم من ورا. بص كده في المنظر الجانبي ده، ادي البيوبو ريكتالس اهي جايه كده من اليوبس كده، وبتلف تلف كده تلف وترجع تاني تلف حوالين الريكتم. في زاويه هنا، الزاويه دي اسمها الانو ريكتال جانكشن، يعني هتسويب حوالين، هتسويب اراوند الانو ريكتال انجل. تمام يا شباب، يبقى احنا بنلف كده البيوبو ريكتالس دي زي ما انت شايف حوالين الريكتم عند التقائه بالانال كانال، خلاص في الحته دي كده يقولوا عليها الانو ريكتال انجل. تمام، وتبلند مع الفايبرز اوف ذا اوبوزيت سايد، تعمل حرف اليو زي ما انت شايف كده، ويبقى دي البيوبو ريكتالس ماسل. راح فين العضله يا جماعه؟ لسه الجزء الاخير منها اللي اسمه البوستيرو فايبرز، اللي بقاله اسم طبعا هو جاي من عند الاليوم، وفي نفس الوقت رايح على الكوكسكس، فيقول عليه اليو كوكسجياس ماسل. البوستيرو فايبرز بنسميها الاليو كوكسجياس، بنسميها الاليو كوكسجياس ليه؟ لانها رايحه في الانو كوكسجيا الريف. ايه الانو كوكسجيا الريف؟ احنا سمينا يا جماعه ده الريكتم اند انال كانال، يعني قول انس، ومفروض ده الكوكسكس، ما بينهم هما الاثنين خط ابيض اهو، ده اسمه انو كوكسجيا الريف. انو كوكسجيا الريف هي بتروح فيه، يبقى البوستيرو فايبرز او الاليو كوكسجيا ماسل بتروح في الخط المناقض ده اللي اسمه انو كوكسجيا الريف. ده منظر برضو من فوق اهو، تمام، بس طبعا كده ورا بس يكرم، وكده قدام. تمام، الانوكوكسجيا الريف هي الخط الابيض اللي انت شايفه ده، بيكستند من اول التيب اوف ذا كوكسكس لغايه الانال كانال، ماشي في خط النص. بص كده الخط المناقض ده هو ده كده. تمام يا جماعه، ده كده منظر جانبي برضو بيوري حضرتك اهو، ادي الانوكوكسجيا الريف الجزء ده كده زي ما قلنا من اول التيب اوف كوكسكس لغاية طبعا الانال كانال في الميدل لاين، هو الخط المنقط ده. طيب اللي فيتو هنا يا جماعه النيرف سبلاي بتاعها بتاخد دبل نيرف سبلاي، هتاخد من فوق وهي في البلبس، يقولوا عليه اللي هو اللي عند البلبك سيرفيس، يعني دايركت برانشز من السيكرال بلكسس نازله لها اس 4، يبقى اس 4 ده جاي لها من السيكرال بلكسس، ده من فوق، ده اسمه الابر سيرفيس بياخد وهي في البلبس. لكن في نفس الوقت لو جيت بصيت على الليفيتور ايناي من تحت يا جماعه اللي هو ناحيه البيرينيوم او الانفيور سيرفيس، هنلاقي فيه البيودين ده النيرف بيديها من خلال برانش من برانشاته اسمه انفيريور ريكتال نيرفز. يبقى الانفيريور ريكتال نيرفز دي برانشز من البيودين ده النيرف، ده بيديها فين؟ بيديها يا جماعه من الانفيريور سيرفيس بتاعها. في شوية important relations مهمة جدا جدا للليفيتور ايناي ماسل. نمرة واحد طبعا ان البلفيك سيرفيس، طبعا السيشن ده كورونال سيكشن في الفيميل بلفيس، تمام، لان دي الفاجينا وده كده اليوترس، احنا كده اصبحنا في الفيميل بلفيس. زي ما احنا قلنا ان الليفيتور ايناي ليها بلفيك سيرفيس يعني سطح مواجه للبلفيس ده فوق اهو، وليها برينيال سيرفيس اللي تحت ده، فبنقول ان هي من فوق متغطيه بالسوبيريور فاشيا اوف ذا بلفيك دايفرام. في فاشيا اسمها السوبيريو فاشيا اوف ذا بلبك دايفرام اهي، دي مغطياها يا جماعه من فوق. تمام، ادي ده الميل بقى بلبس، نفس الكلام لو بصينا عليها قلنا على البلبك سيرفيس هنلاقيه برضه متغطيه بالسوبيريو فاشيا اوف ذا بلبك دايفرام. طبعا ليه قلنا ده ميل؟ لان دي البروستيت، دي كده البروستيت، دي البروستيت، وده احنا كده في الميل. طيب في ريليشنز برضه مهمه جدا، ان البلفيك سيرفيس بتاعها بيبقى ريليتد لمين؟ لليورينري بلادر اند ريكتم ان بوث سكسس، يعني هي من فوق لو بصيت على الليفيتور ايناي فوقها موجود مين؟ شايله مين؟ موجود الليفيت، طبعا دي كده الايه؟ اليورينري بلادر، وهنشوف حالا دلوقتي الريكتم اهو، ادي دي طبعا الليفيتور ايناي على الناحيتين، وده سيجيتال سكشن، شايلين مين؟ مين اللي فوقيهم ده اللي هيبقى معدي من فتحه من الفتحات؟ ما احنا قلنا الكلام ده في اول كلامنا. برافو عليكم، الريكتم، يبقى ريكتم يورينري بلادر دول في الاثنين، يزيد عليهم طبعا حاجات لو حسب السكس. تمام، يبقى ادي اليورينري بلادر بنبص من فوق، وادي وراها الريكتم موجودين على الليفيتور، طبعا دي الليفيتور ايناي ماسل اهي، ده سايد فيو،
وادي اليورين بلادر طبعا، وادي البروستيت تمام، ده في الميل. لا تمام، يبقى يزيد البروستيت الميل. اما الفيميل، الفيميل لا، هيبقى في بقى اليوترس هيزيد معانا اهو، هيجي يحشر نفسه اليوترس هو الفاجينا، ودي الفاجينا اللي تحت، هيبقى موجود ما بين حاجتين، اليورينري بلادر زي ما اتفقنا قدام، والريكتم ورا، واخدين ما بينهم اليوترس والفاجينا، ده في الفيميل، وده ساجيتال سيكشن، سيكشن تاخد يا جماعه ساجيتال سيكشن في الفيميل بالبس. يبقى هي ريليتد في الفيميل زي ما اتفقنا، يزيد على اليورينري بلادر و الريكتوم، يزيد عليهم اليوترس مع الفاجينا، ادي اليوترس وادي الفاجينا. ادي لو بنبص من فوق في الفيميل برضو، اللي ورا ده الريكتوم، واللي قدام دي اليورينري بلادر، ما بينهم هما الاثنين اللي انت شايفه من فوق ده، هو ايه؟ هو اليوترس. تمام، اليوترس. طيب من ضمن يا جماعه الريليشنز المهمه للبرينيال سيرفيس بقى، السيرفيس اللي تحت ده بتاع دي الليفيتور ايناي، السطح اللي تحت ده يقولوا عليه البرينيال سيرفيس، فده جاي متغطي بانفيريور فاشيا اوف ذا بلبك ديافرام، اللي تحت دي اسمها انفيريور فاشيا اوف ذا بلبك ديافرام، انفيريور فاشيا، وده بيعمل الميديان وول بتاع الفصه اللي سميناها اسكيو ريكتال فصه. احنا اتفقنا سمينا الجزء ده المثلث ده اسكيو ريكتال فصه. الله، انا عايزين نقول ان البرينير سيرفيس بتاع الليفيتور ايناي، الليفيتور ايناي دي هتعمل الميديال وول اوف اسكيو ريكتال فصه. لسه قايلين من شويه لو حد فاكر العضله دي مين يا جماعه؟ العضله اللي موجوده على اللاترال وول اوف اسكليتال فوسا. ايوه برافو عليكم، سميناها اوبتيوريتور انترناس ماسل. اما اللي موجوده دي على اللاترال وول اوف اسكليتال فوسا، اللي يعمل الميديال وول اوف اسكليتال فوسا ها يبقى مين؟ برافو عليكم، يبقى الاوبتيوريتور، يبقى الليفيتور اناي سوري ماسل. وكاننا خدنا دلوقتي حدود، كاننا خدنا جزء من الاسكليتال فوسا. انت بتيجي تاخد الاسكليتال فوسا هتعرف ان ليها ميديال وول زي ما اتفقنا، وليها لاترال وول. اديك خدتهم دلوقتي، مين الميديال وول؟ قلنا الليفيتور اناي. ولو انت عايز بالظبط عشان نبقى محددين، هو السطح السفلي من الليفيتور اناي اللي اسمه ايه يعني؟ اسمه الناحيه دي بيرينيال سيرفيس، اللي تحت ده اسمه البيرينيال سيرفيس، متغطي بفاشيا. ايوه الفاشيا دي اسمها انفيريور فاشيا اوف بلفيك دافر. برضه في شويه ريليشنز مهمه ريليتد للانتيريور بوردر، ده منظر برضه السوبيريور فيو، اوعى تنسوا تمام. ان بنقول الانتير بوردر بتاعها يا جماعه ليه فري، شايف الانتير بوردر ليه فري انتير بوردر، هي العضله ليها فري انتير بوردر من قدام اهو، شكله يعني مفصول عن اخوه الناحيه الثانيه، يبقى ده الانتير بوردر مفصول عن اخوه الناحيه الثانيه بمثلث، يبقى هي العضله الانتير فايبرز مفصوله عن اختها الناحيه الثانيه بالتريانجل اهو. تمام، تريانجل سبيس ده يا شباب زي ما قلنا قبل كده، من السبيس ده بيعدي اليوريثرا ان ميل، ده من قدام، او هيعدي اليوريثرا والفاجينا لو كان في ميل، يعني ده لو ميل هيعدي اليوريثرا بس، ولو في ميل زي ما انت شايف كده يعدي اليوريثرا والفاجينا. يبقى المثلث ده من قدام ريليتد للانتير بوردر بتاع العضلتين، في مثلث كده فاضي اهو سبيس، بس هو مش فاضي ولا حاجه، هو بيعدي زي ما قلنا لو كان ميل هيعدي يوريثرا بس، ولو كان في ميل هيعدي يوريثرا، ادي المثلث، وفاجينا ادي اليوريثرا وادي الفاجينا. ما زلنا برضو مع ريليشنز بس المره دي على البوستيريور بوردر. البوستيريور بوردر بتاع العضله لو خدت بالك، ادي البوستيريور بوردر بتاع العضله ريليتد طبعا، دول التو ليفيتور ايناي، ادي واحده اهي ده اخر حاجه من ورا، وادي التانيه ريليتد طبعا مع العضلتين اللي موجودين وراهم، يعني احنا العضله دي اسمها الكوكسيجيس، يبقى البوستير بوردر ريليتد للعضله اللي ورا دي اسمها الكوكسيجيس ماسل، هما الاثنين مع بعض الليفيتور ايناي مع الكوكسيجيس اللي بيعملوا وات از نيم دي طبعا بالفيك ديافرام ماسلز. يبقى عضلات، لو قلت لك هو عضلات البلفيك ديافرام بتعمل منين؟ هتقولي الليفيتور ايناي مين، لان الجزء الاكبر فعلا هو الليفيتور ايناي، لكن معاها كمان العضله دي الصغيره اللي اسمها الكوكسيجيس بتكمل الجزء اللي ورا في البلفيك ديافرام. الاكشن طبعا يا جماعه، العضله دي اللي هي موجوده تحت دي اهي، ده ساجيتال سيكشن، هي اللي شايفها دي كده ماشي، انا ماشي معاها اهي، بتسبورت البلفيك فيسرا ان بوزيشن، وكانها شايله البلفيك فيسرا، الاعضاء بتاعت البلفس. لو ما كانش في البلفيك دايفرام ده ها ما كانش هيبقى في سبورت، لو في مشكله حصلت في العضله دي الحاجات دي هتسيب البلفس غالبا وهتطلع لبره، هتنزل تحت يعني تخرج بره البلفس. في اكشن كمان، ان طبعا لو العضله دي كونتراكتد، ده منظر طبعا انفيريور سيرفيس لعيل بتولد دي راسه تمام، فهي بتصبور بترفع الانترا ابدومينال بريشر، يعني احنا لو جينا العضله دي طلعت لفوق هتزود
الانتر ابدومينال بريشر، وده مهم قوي في الديفيكيشن وفي الولاده. تمام. العضله دي يا جماعه مهم جدا، احنا قلنا ان ليها سفنكتريك اكشن على الانال كانال لانها بتحوط، او تفتكر البيبروكتيلس بارت بتحوط الانس، وفي نفس الوقت كان بتحوط الفاجينا الانتيرو فايبرز بتاعتها وبتحوط اليوريثرا، فكانها قافله اليوريثرا وكانها سبورتنج الفاجينا وقافلها شويه وكانها قافله الانس، ففعلا ليها سفنكتريك اكشن على الانال كانال والفاجينا. فاكرين البيبروكتيلس هي بتلف تلف ورايحه تقفل المنطقه دي كانها قافلاها بالظبط كده، فده اسمه سفنكتريك اكشن العضله. برضو من ضمن الاكشنز المهمه للليفيتور اناي ماسل ان البيبروكتيلس بارت، اهو ده البيبروكتيلس بارت بيجي كده ويلف ويطلع تاني زي ما احنا فيه، بيلف على المنطقه بتاعه الريكتو ان الجانكشن دي. تمام. طبعا احنا هنعرف ان في تو سفنكترز ريليتد للانال كانال، في واحد بره اسمه الاكسترنال انال سفنكتر، وواحد جوه اسمه الانترنال انال سفنكتر. اللي بره ده اللي اسمه الاكسترنال سفنكتر هو مهم جدا، مسؤول عن انه يقفل الايه فتحه الايه الانس دي. العضله دي اللي هي اسمها البيبروكتاليس بتيجي وتسبورت، بتلف كده وتطلع تاني لقدام، فكانها بتساعد مع الاكسترنال سفنكتر، بتساعد الاكشن بتاعه. فمن ضمن الاكشنز ان البيبروكتاليس بارت اوف ذا ليفيتور اناي يا جماعه بيرينفورس الاكسترنال انال سفنكتر، يبقى عندنا البيبروكتاليس بارت بيرينفورس الاكسترنال انال سفنكتر، اهو زي ما احنا شايفين بيجي كده ويلف ويرجع تاني، يبقى الراجل ده بيرينفورس الاكشن بتاع الاكسترنال انال سفنكتر. تمام. البيبروكتيلس بارت يا جماعه كمان تحس ان هو بيلف حوالين الانو ريكتال انجل، في هنا زاويه ما بين الريكتم وبين الانال كده اسمها انو ريكتال انجل، هنوريها لك حالا دلوقتي، هي دي منطقتها وهي دي الزاوية، الزاوية دي اسمها انو ريكتال انجل، زاوية موجودة ما بين لو انت خدت بالك ده الريكتم وده الانال كانال، عامل زاوية. تمام؟ الزاوية دي عادة بتبقى مقفولة الا ديورنج ديفيكيشن. مين اللي قافلها يا ابني؟ عادة البيبروكتيلس في وضعها ده كده بيبقى عادة الانو ريكتال انجل دي مقفولة عادة، الا لو حصل ديفيكيشن بيبدأ يحصل بقى اكشن للعضلات، بتبدأ انتر ابدومينال بريشر بيزيد ويؤدي الى الديفيكيشن. من ضمن برضو يا شباب الاكشنز المهمه جدا ان في عضله كان اسمها جزء الانتيرو بارت في الفيميل اسمه سفنكتر فاجيني، ده كان بيسبورت الفاجينا والعيل نازل، العيل هو بتولد راسه نازله كده بتزق على مين؟ مين اللي موجود هنا؟ اللي موجود هنا يا جماعه البلفيك فلور ماسلز. تمام. مين اللي بيسند الفاجينا؟ الراس دي معديه من الفاجينا دلوقتي عايزه تخرج بره، مين اللي بيسند الفاجينا؟ ارفع بتزق لفوق، وكان اليوترس عايز يدفع العيل لتحت، وفي نفس الوقت الايه البلفيك فلور عايز يزق لفوق عشان يحمي الفاجينا. تمام يا جماعه، فهو بيسبورت الفاجينا during the descent of the head of the baby during labor. ننتقل لعضله ثانيه صغيره اسمها الكوكسيجيوس ماسل، موجوده ورا الليفيتور اناي، اهي العضله دي تطلع من هنا، عضله بسيطه جدا بتطلع من الاسكيل سباين، اهو ده بالظبط مكانها، اهو ده الاوريجن اسكيل سباين، وهتروح تانسرت. طبعا خد بالك هي موجوده ورا الليفيتور اناي، ورا البوستير بوردر بتاع الليفيتور اناي، يعني النقط دي خط النقط ده البوستير بوردر بتاع الليفيتور اناي. العضله بتاعتنا اللي هي الكوكسيجيس موجوده وراها. تمام. اهي ده منظر جنبي هيوريها لك احسن، هتانسرت فين؟ هي جت من الاسكيل سباين وترجع لورا، رايحه فين كده؟ رايحه في اخر لاست بيس اوف سيكرم، اخر بيس من السكرم واول واحده من الكوكسكس، يبقى اللاست اخر واحده واول واحده، اخر حاجه في السكرم واول واحده في الكوكسكس. تمام يا شباب. اهي بص الخط ده هو ده الانسيرشن، وادي العضله بتاعتنا، هي دي كل العضله بتاعتنا اللي هي الكوكسيجيس يا جماعه مصر. نيرف سبلاي برضو اس 4 اند اس 5 نيرفز، يبقى من السكرم 4 و5. العضله بتاعتنا طبعا الاكشن بتاعها زي ما انت شايف هي بتشد مين على مين؟ بتشد الكوكسكس، ده الكوكسكس مودياه لجوه، فهي هي بتعمل البوستيرو بارت بتاع، طبعا العضله بتعمل البوست بس البوستيرو بارت اللي بالبنج دايفرام، والعضله دي طبعا اللي هنبص من تحت اهو ليها اكشن مهم جدا، هو انه بيسبورت الكوكسكس ده، هي بتشده لقدام. العيل وهو بيتولد يا شباب بيبقى الكوكسكس ده عايز يرجع لورا، عشان ما يرجعش قوي لورا وممكن يتكسر في المنطقه دي، هي بتاخده لقدام على قد ما تقدر علشان ما تخليهوش يرجع لورا قوي، فهي بتسبورت الكوكسكس طبعا
during delivery. بكده يا شباب يبقى جينا لنهاية محاضرتنا النهاردة. أطيب الأمنيات لكم وبالتوفيق إن شاء الله، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.